تشوف 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 ناس كتربي المشوش تربي الكلاب حنا مربين دجاجة. هاي الواش وتوجتين اللب واللوز والقرقع والعسل ديال اليوتيوب، مرحبا بكم في فيديو اخر. احنا حاليا كنتواجدوا في المجال الحضاري بطبيعة الحال في المدينة ديالنا، واقرب مدينة للقرية ديالنا اللي هي وطات الحاج، حوالي تقريبا 30 كيلومتر. الوالدة جات على شي غراض ومنها تبدل شي شوية الجو، حيت حول هذه ما خرجت من البادية وتشوف الحباب والعائلة الى غير ذلك. فاحنا عند لافامي ديالنا، هي ما عارفانيش واش غنصور فيديو هنا حيت موالفين تنصورو تقريبا البلاي بار ديال لي فيديو ديالنا غير في الباديه. دابا نتسناو الوالده تجي وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو جابت لينا معاها غير ذلك. شوفوا معايا. اهلا الخوال البريكولور خالي، لاباس عليك؟ بخير هانيه. اغبرتي يا خالي؟ فين هو؟ ماشي غبرت غير الوقت وصافي. ماشي والناس ديالك كتسول فيك فين هو البريكولور محمد، فين هو محمد؟ مرحبا مرحبا بهم. راك عارف دابا الوقت مع هذا الكوفيد 19 عاود راك عارف حنا كنتعاملوا معاه، ايوا باش نتحركوا بزاف والله العظيم. اللهم بحال دايرين الحجر الصحه وصافي. داكشي اللي كان شتكاز شي سكين في يدك؟ ايوا المهم شنو غادي ندمح واحد الفروج بلدي هاكاك. اييه راه جابتو لنا خالتي ماما. اش هاد الشيء عندك عاوتاني؟ فين هادو؟ اه ايوا البريكولور كان ديباني وهنايا شويه ديال الربيع شويه ديال زوينه. عندك هاد الزواقه هادي؟ اه فين هادي ديال الكسب؟ اه بحال هادي اللي درتي تقريبا، بحال هادي اللي درنا لها يعني. مازال ما كملناش الديزاين بحال هكا. ايوا خاصنا هذيك الزواقه، واحد شويه ديال الزواقه من ديك الجهه لاباس اللي مولا جهه الجنانات. اييه نديرو بحال هادي غير كما قلت لك الوقت ما عندناش وصافي. واحد الزواقه عاوتاني زوينه مخيره كاع. هيا هنا 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 فين كنتبردوا في الصيف. تي ولا هادي دابا هادو جوج هادو راه هادي هادي صوبت هنايا كينعسو هنا الدراري. هاديك الاولى كنعس فيها انايا عاوتاني والدراري كنتبردو ملي كيكون الحال سخون كنطلعو لهنا كنعسو هنا ولا فامي كلها كنطلعو كنتعشاو هنايا. داكشي اللي كاين. اشكون هادو؟ شكون هادو؟ اهلا خالتي. والله الا خالتي شوف اغبرتي علينا المشاهدين، اغبرتي علينا زايد دايما كتعاودو. الله يحفظكم ويرضى عليكم. اغب خالتي الناس كتسول فيك بزاف. شكون هي الناس؟ الناس اللي كيتفرجوا فينا دائما تيسولوا عليك فين غبرتي فين خليتي خالتي ماما. ايوا هاني كنبان، هاني كنبان اجي خالتي ماما اجي هاكي دايرين هاني كنبان لكم. الوالده السلام عليكم. ما عقلناكش. السلام عليكم. الواشوتي واشوتين واش ما عقلتونيش؟ ما عقلتوش خالتي تون ماما؟ راه هاني هاني هبطت للمدينه. هاي هاي جيت عند خواتاتي، جيت عند خويا نشوف العائله ديالي والحباب ديالي. اذا واخيرا التحقت الوالده. اللي معروف الناس اللي كيجيو من الباديه للمدينه تيكونوا جايبين معاهم شي حاجه لا فامي ديالهم. شنو جبتي لنا انت؟ غادي نذبحوا الدجاج ندير الغداء وننشطوا ونجلسوا ونفرحوا عند خويا راه الله يعطيه الرضا ان شاء الله. يا معنا واحد الصغيره، معنا واحد الصغيره. جا اول مرور عندنا في اليوتيوب، ولكن فليبار منكم كيعرفها. اهلا وسهلا الغزاله يسرى. يلا سير ديري ديك البدايه ديالك اللي موالف كنشوف فاش كندخل عليك البيت كديريها مع التليفون. يلا واحد جوج ثلاثه اكسيون. السلام عليكم متتبعين قناة خالتي ماما ونور الدين ام ام. هذا أول ظهور ليا في القناة، نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش تحطوها لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. الله يعطيك الرضا بنتي الله ينورك. داكشي كاع اللي ما كنقولوش قالته يسرى. باي ذا واي يسرى فهي بنت البريكولور محمد. راه منين جاي؟ السلام عليكم. اجي فين خليتو سي ترافاي؟ سي ترافاي راه هو اللي خليتي سي ترافاي فيه؟ خليت فيه في الدوار. لا 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 كان عليكم تجيبوا حتى هو. ايوا قبل الاكتشاف. اذا معنا اليوم يسرى هي اللي غدوز معنا الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي من المجال الحضاري يعني من المدينه. غادي نطلع دابا فوق السطح كاع وغادي نصور لكم الاسباس كامل كي داير بما نشوفوا الوالده شنو جابت لينا. بناتي وانا غادي ندخل نشوف الفرج اللي جبت
ياك ما مطار غادي يمشي يخليونا هنا سلاخضه سلاخضه يا عندك تغلطي تذبح لنا الفروج ديالنا راه عندنا تما جوج فرارج ديالنا يسرى حاديه يسرى حاديه راه يسرى حاضيه راه ديالي الفروج ماشي الدجاجه يلا سيروا انت ويسرى يلا عاونيها يسرى يلا يلا بسم الله بسم الله يلا جريو 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 شدوه سيري معايا يسرى شوفوا شوفوا شوف يلا 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 يا نور الدين راه كاع راه صايبات له اه دارت له بحال شوف شوف تاع اليوم من دافا عندك عندك تغلي شدوه شفتي شدها يسرى علي يسرى علي يسرى اشدي بارك يلا جيبوه جيبوه انت فين غاديته عطيه اليسرى تهزو نشوفو خمسة دولار جوج دولار جوج دولار جوج دولار غديه معايا علي يسرى علاش كيهز علي يسرى ايه واش شوف داير بحال النسر النسر ديال البادية شتي هذا الا نزل عليك غادي يهزك برجليه غيطر علينا الدم اه باش ما يوسخش الدنيا لا دابا كيتخبط توتي واشوتين يلا دابا ذبحنا الفروج ورفتها النعلة هاتي واشوتين النعلة منا خاصو وجدن دي التعيف غادي نشوفو هادي يسرى 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 هي اللي غطيب لك يمكن غادي نشوف هادي يسرى يسرى توجدنا يسرى هما اللي غيوجدوا لنا هيا واش نتغداو ان شاء الله ان شاء الله شنو غتوجدي يا يسرى؟ ايوا ما حتى نفكر نشوفنا نفسك تبدو عليا الغدا انا او عمتك تشفى قال واش واش راه يسرى يسرى اللي غادي تريش هاد الديك واش تقدي تريشها بنتي ايوا عندي نقدر علي تعاونوني شويه باش نريشها بعدا اعترفت تعاونت ماما تبارك الله على خالك موح ولا غير ريشو هذا الشيء اللي بان تبارك الله على الناس واش غادي نريش القوانين ديال المدينه عاوتاني واش غادي نريشو واش غادي نريشو الفروج ولا غادي ولا غيريشنا هو لا لا انت اللي غتريشو لا انا ما عرفت اول مره غادي نريش انا الفروج البلدي يلا سير راه صعيب شويه لان صعيب ما تحاولش بحال الاخر راه صعيب غادي نكبوا عليه الماء السخون وغادي نشوفوا غادي نشوفوا الطريق يسرى شكون اللي رسم داك الشيء اللي لهيه نور الدين اها المهم باي ذا واي انا غادي نوريكم هنا في السطح واحد الرسومات شحال هذه صراحه ماشي يلاه دابا كنا كنرسموهم وهذا اللي مورايا هنا ديال الجرين بويز باش تعرفوني راه كنت كنقبش شي شويه حتى في الرسم راه تحايد بقوه الشمس والسباغه هذا ديال الجرين بويز واحد الالترا واحد المجموعه كتشجع الرجاء للناس اللي ما تعرفوهاش وتحيه حتى للناس الوداديين وداديين الرجاويين راه حنا خوت كاملين تبارك الله عليكم وخليكم مع هاد اللقطات تشوفوهم ديال هادشي اللي رسمنا هنايا اوكي شوف شنو ديروا ما حد الوالده انا ويسرى كاينه اقترحوا علينا في التعليق شنو بغيتونا نديروا شي فيديوهات مع يسرى شنو كيعجبكم تشوفوه تفرجوا فيه وحنا هنا في المدينه اقترحوا علينا اي حاجه بغيتوها يلا يسرى بديتي الخدمه ديالك راه المهمه ديالك هي هذه دابا المهمه ديالك هي تريشي لنا هذا الديك الله يعطيك الصحة يسرى وصافي حداقيتي اليوم الحداقة صافي 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 راه رديتي نقي كثر مما كان في الأول عين عونك بابا يلا زيد أنا على يسرى كتريش حتى هي هاي 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 أي يسرى غشيتينا جات ماما تعاونك قلتي لينا أنت اللي غتريشي لا قلت لكم منين وصلنا السلام عليكم متتبعين خالتي ماما وخويا نور الدين ايوا هانتوما شوفوا معنا جابت لنا الدجاج البلدي الله يحفظها يرحب نور الدين الله يسهل عليهم الله يعطيهم ما تمنوا ان شاء الله يا ربي ايوا هانتوما تابعونا ان شاء الله يا ربي اذا اخوتي يسرى عطيها علينا غير الهضره ما ريشات ما والو اش الديك هذا فاش جبدنا اول مره كان كبير شتو دابا ولا صغير البلدي هكا كيدير ماشي بحال داكشي اللي كاين اذا يسرى راه البليبار منكم غادي يكون كيعرفها حيتاش كدوز معايا ديجا
قبل كانت كدوز معايا في الانستغرام بزاف، داكشي باش كنقول لكم دخلوا عندنا الانستغرام باش تبقى تشوفونا. يسرى بنت خالي محمد اللي كتعرفوه، وفاطمه اول مرور ديالها معنا هي كذلك الزوجه ديال محمد. صراحه كبرنا في دار وحده بمثابه الاخت والام وكلشي كلشي، صراحه فاميله كامله مجموعه. هذا ما كان، ايوا نشوفوا ان شاء الله شنو غادي نوجدوا للوالده بما انها جات للمدينه اليوم مع يسرى. انا وياك يسرى خصنا نديروا لهم شي حاجه خاصه، شي شلاضه شي لعيبه، انا وياك بجوج. شبان لكم اخوتي نديروا انا ويسرى نوجدوا شي حاجه خاصه ديالنا بوحديتها وهما يتكلفوا بهذا الديك هذا. صافي مشات، شنو نديروا شنو نتقداو؟ يلا بغيتوا تعرفوا شنو وجدنا انا ويسرى والعائله كامله؟ ترقبونا في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون فيديو ديال العائله كامله وغتشوفوا معنا اجواء زوينه باذن الله. هذا كنقول لكم ديما ما تنساوش تدخلوا عندنا الانستغرام، انستاليو لابليكاسيون ديال الانستغرام وتدخلوا وتبعونا تما. ما عليكم غير تقلبوا على نور الدين ال ام وخالتي ماما غادي تلقاوها وتبعونا تشوفونا تهضروا معنا الى غير ذلك. اذا نتلاقاو قريبا ان شاء الله فيديو اللي غادي يكون زوين باذن الله وتشوفوا معنا شنو وجدنا مجموعين هكا باش ما يكونش الفيديو طويل اكثر. يلا تبارك الله عليكم، مع السلامه.